راسك وهربوا. أنا مرحبا بجميع المشاهدين والمتابعين في البث المباشر والحصري مباشرة من القاعة المغطاة في المغرب الجديد. مقابلة الإثارة والتشويق بطبيعة الحال ما بين الفسوس العرائش والوداد البيضاوي، منافسات كأس العرش. إذا لحد الآن الفسوس العرائش اللي منتصر بتسعد النقاط مقابل خمسة لفائدة الوداد البيضاوي في أقل من ست أو خمس عفوا سبع دقائق، أقل من سبع دقائق على نهاية الجولة الأولى. كرة عند الفسوس إشارة طبيعة الحال أن الدقيقة 6 كنلعبوا الآن. إشارة شويه قد مقابلة المثيرة والمجهولة ما بين العرائش والفسوس العرائش والوداد البيضاوي. حتى الآن فريق الفسوس اللي انتصر في هذه المباريات المقابلة ديال الجولة الأولى. كرة عند اللاعب رقم 5، اللاعب رقم 10، اللاعب رقم 23 كرة عند اللاعبين ديال الوداد البيضاوي اللي كيحاولوا انهم يهجموا ويسجلوا اهداف نقاط طبيعة الحال. كرة عند اللاعب رقم 1، اللاعب رقم 5، اللاعب رقم 10 في صفوف الوداد وضائعة. فرصة تسديد وهجمة لفائدة الفسوس العرائش، اللاعب رقم 1، اللاعب رقم 10، اللاعب رقم 5 في صفوف الفسوس العرائش. لاعب رقم 1 يحاول يدخل، فريق الوداد اللي متشبت وواقف. اوه 3 نقاط اضافيه، 11 نقطة الآن لفائدة الفسوس العرائش مقابل 5 نقاط. كنلعبوا في أقل من 5 دقائق على نهاية الجولة الأولى. الفسوس العرائش الآن لا زال منتصر في هذه المباريات الجولة الأولى. الكرة مشات عند اللاعب رقم 10 صفوف الفسوس، وعطى اللاعب رقم 23، اللاعب رقم 1، اللاعب رقم 3. المهارات الأمريكية أكيد حاضرة بقوة في مجريات الجولة الأولى من مقابلة الفسوس العرائش والوداد البيضاوي. عندنا فرصة أكيد أمام الفسوس، فرصة وإضافة نقطة، 12 نقطة الآن لفائدة الفسوس مقابل 5 نقاط لفائدة فرصة ضائعة. هجمة الآن لفائدة الوداد، فالكرة عند اللاعب رقم 1، عند اللاعب رقم 1، اللاعب رقم 8، اللاعب رقم 8 صف الوداد. نقطتين، 7 مقابل 12، أقل من 4 دقائق على نهاية الجولة الأولى. نقطتين إضافيتين، الفسوس 17 نقطة، 14 نقطة لفائدة الفسوس مقابل 7 نقاط لفائدة الوداد البيضاوي. الفسوس العرائش اللي متصل الآن بالقاعة المغطاة في المغرب الجديد الجولة الأولى. ضائعة.
الكرة الآن عن طريق العرائشي لبسوس العرائشي اللي بارطاج الله يفتح عليك وتعليقات لأجل أننا نستمر كذلك في النقل المباشر لهذه مجريات المقابلة المثيرة والمجنونة ما بين الوداد ولبسوس بالقاع المغطاة المغرب جديد. نقطتين إضافيتين، 16 نقطة مقابل 7 نقاط. لبسوس العرائش لحد الآن منتصر في هذه المجريات الجولة الأولى. إذن النتيجة الآن 16 مقابل 7، كرة مشات و نقطتين إضافيتين لفائدة الوداد البيضاوي، 9 نقاط لفائدة الوداد. كنلعبوا في أقل من 3 دقائق على نهاية الجولة الأولى. لبسوس 16 نقطة، ثلاث نقاط إضافية. أكيد أنه رجل الجولة الأولى بامتياز، هو اللاعب رقم 1، لاعب رقم 1، رجل الجولة الأولى بطبيعة الحال، اللاعب رقم 1 اللي سجل ثلاثية عن بعد بطبيعة الحال. 3 نقاط إضافية، فارق ما يقارب 10 نقاط، 19 نقطة لفائدة لبسوس العرائش مقابل 9 نقاط لفائدة الوداد البيضاوي. أكيد اللي ترى التشويق لا زالت مستمرة بطبيعة الحال، مجريات المقابلة وقت مستقطع كيطلبها مدرب ديال الوداد من أجل إعادة ترتيب البيت ديالو. لبسوس الآن اللي كما كنقولوا بالدارجة ديالنا نصرات مجهدة، نتمناو التوفيق لفائدة لبسوس العرائش في هذه مجريات المقابلة. أكيد الجماهير قاع الحال حتى الآن قاعة المغطاة المغرب الجديد لا زالت خاوية، أكيد الجماهير غتدخل بطبيعة الحال من أجل أن تشجع الفريقين بغياب للأسف الشديد غياب إطرس العرائش. لكسوس بويس غير حاضر للأسف، الجماهير الودادية حاضرة رغم قلتها فهي حاضرة للأسف. ما عرفتش علاش فريق لكسوس العرائش الجماهير ديالها دائما غايبة عدم الحضور للأسف. لكسوس بويس الحضرات إذن كنلعبوا في أقل من دقيقتين على نهاية الجولة الأولى، 19 نقطة لفائدة لكسوس مقابل 9 نقاط لفائدة الوداد البيضاوي. بمدرجات شبه فارغة للأسف، للأسف الشديد. كرة ضائعة، ماسترو لبسوس. أكيد أن المهارات الأمريكية حاضرة بقوة في هذه المجريات المقابلة. خطأ لصالح لبسوس، رقم 10، رقم 23. رقم 9، رقم 10، رقم 1، ضائعة. ضائعة، 3 نقاط. كان خطأ جليل للحكم ديال المقابلة. فرصتين إضافيتين لتقليص الفارق لفائدة الوداد البيضاوي بعد ما احتسب الحكم خطأ ورميتين. فرصة أمام الوداد، هل تحتسب الأولى؟ نقطة إضافية للوداد. نقطتين إضافيتين، 11 نقطة مقابل 19 نقطة لفائدة لكسوس العرائش.
والله الفريق ديال الوداد البيضاوي اللاعب رقم 10 اللاعب رقم 1 اللاعب رقم 8 حاولوا يسجلوا نقطتين نقطتين اضافيتين لفائده الوداد البيضاوي 13 نقطه مقابل 19 الآن هجمة جوج نقاط إضافية 15 مقابل 19 للجولة الأولى إنجاز عام نسبيا ثلاث نقاط إضافية 22 مقابل 15 مقابل 15 انتهت الجولة الأولى بتفوق بتفوق لكسوس العراج جوز ديال النقط 17 مقابل 17 مقابل 22 بينت سجلات بطبيعة الحال لأنك في لعبون بطبيعة الحال الجولة الثانية بعد ما لكسوس العراج الآن منتصر 22 مقابل 17 هذو هما اللاعبين ديال لكسوس العراج وهذو لاعبين ديال الوداد البيضاوي الرياضي أكيد الإثارة والتشويق طبيعة الحال في هذه المجريات المقابلة لا زالت مستمرة إذن في انتظار انطلاق الجولة الثانية من مجريات المقابلة بطبيعة الحال الجماهير العرائشية تنتظر فارغ الصف الانتصار في هذه المقابلة وأكيد أن لكسوس ما هي إلا دقائق معدودة تفصلنا عن نهاية المقابلة لحد الآن لكسوس منتصر في هذه المقابلة نتمناو كعرائشيين أنه ينتصر أكيد رغم غياب الجماهير القاعة شبه فارغة للأسف الشديد قمة الدوري بطبيعة البطولة بطبيعة الحال منافسات كأس العرش غياب الجماهير العريشية عند هذه المقابلة المثيرة والمجنونة اللي باللقاء المغطاة المغرب الجديد فريق لكسوس العائش اللي يستقبل الآن فريق الوداد عجيب أمر هذا المدير للأسف الشديد غياب الجماهير العريشية عن مقابلة القمة ما بين لكسوس والوداد فأكيد أن منافسات كأس العرش كنا نمني النفس نتمناو ان القاعة المغطاة كانت تكون ممتلئة عن اخرها بالجماهير العريشية ولكن للاسف غياب الجماهير العريشية كطرح مجموعة ديال العلامات ديال الاستفهام حول الفريق ورغم الانجازات ورغم الانجازات ورغم الاكراهات ديال الفريق فالفريق بطبيعة الحال كينافس وكينتصر على الاقوياء سواء داخل الديار او خارج الديار فرصة حكم ما قالوا له
فرصة كانت أمام ملك السوس لتقليص الفارق. هجمة الآن فعلة الوداد، كأن فريق الوداد البيضاوي تلعب أمام الجمهور ديالو. خسروا غير الهتف، الهتفات ديال نقطتين، 19 مقابل 22. نقطتين ضربيتين. كرة تاتي عن فريق الوداد. هانيمي اللاعب رقم 10 ونقطتين اضافيتين. اوه 29 مقابل 21، الجولة الثانية الآن، لا زال فريق الكسوف العرائش منتصر. لازال فريق الكسوف العرائش الآن منتصر ضد مجريات المقابلة. الجولة الثانية كنلعبوا في أقل من 8 دقائق. خطأ الآن لصالح الوداد البيضاوي. يعني الحكم ديال المقابلة لصالح فريق الوداد البيضاوي. لاعب رقم 1، لاعب رقم 10، لاعب رقم 13، فرصة ضائعة، ثلاث نقاط ضائعة لكسوس العرائش. لكسوس عند لاعب رقم 10، لاعب رقم 5 صفر لكسوس. نقطتين الفرصة، أكيد عنده فرصة أنه خطأ بعد ما أعلن الحكم عن الخطأ. فرصة أمام الوداد لتقليص الفارق. الآن 23 نقطة لفائدة الوداد البيضاوي، 26 نقطة لفائدة الكسوس العرائش. أقل من 8 دقائق على نهاية الجولة الثانية، لحد الآن الكسوس منتصر 3 نقاط بالقاعة المغطاة للمرمى الجديد، للأسف اللي شبه فارغة من العرائشيين. لاعب رقم 10 هو نقطة إضافية، 24 مقابل 26. خطأ كان الحكم لفائدة لصالح الكسوس العرائش بعد تدخل لاعب الوداد البيضاوي. تذكر عن اللاعب رقم 5، اللاعب رقم 13 ضائعة، مشات عند اللاعب رقم 5 صفر لكسوس العرائش اللي كيحاول انه يبني الهجمة. اوو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 و
فرصة إذا خطأ كان للحكم المقابلة، خروج اللاعب رقم 10 ودخول اللاعب رقم 11. نقطة لفائدة ليفسوس على عيش مقابل 24 نقطة لفائدة الوداد و 28 نقطة لفائدة ليفسوس على عيش. كرة مشات عند اللاعب رقم 8 اللاعب رقم 10 لدخال نقطتين وضيع. أربعة نقاط ديال الفرق. خطا كان للحكم ديال المقابله لصالح الوداد البيضاوي. كره عند اللاعب رقم 1 عند اللاعب رقم 8 مشى ودخل ونقطتين نقطتين 29 فائدة الوداد مقابل 22 فائدة إذن 26 نقطة لفائدة الوداد مقابل 28 نقطة لفائدة الكسوس الأرعب. إذن كنلعبو الآن 28 نقطة لفائدة ليفسوس. خطأ كان للحكم. بعد 20 نقطة الآن ثلاثين نقطة الآن لفائدة ليفسوس مقابل 26 لفائدة الوداد البيضاوي. أقل من 5 دقائق على نهاية الجولة الثانية. خطأ لصالح ليفسوس بعد ما لاعب ديال الوداد البيضاوي تعمد انه يسقط ويوقف لاعب النجم ديال ليفسوس على فرصة. اوه 31 نقطة
كورسا إلى بلاد ضايع 31 مقابل 26 لفائدة فريق ليكسوس العلاج منتصر مقابل 34 مقابل 28 أكيد أن الإثارة شوية حاضرة بقوة مزايدة مقابلة مقابلة مجنونة بطبيعة الحال مقابلة مثيرة المهارات الأمريكية حاضرة بالقوة رغم قلة الجماهير فليكسوس لا زالت تبدع ولا زالت تنتصر رغم غياب الجماهير العريشية فرصة ضايعة فرصة 35 مقابل 28 35 مقابل 28 فأقل من 4 دقائق على نهاية الجولة الثانية كرة الفريق الوداد البيضاوي ثلاث نقاط إضافية 31 مقابل 35 31 مقابل 35 جول الضغط السريع جول 33 مقابل 31 أقل من 3 دقائق على نهاية الجولة الثانية 37 مقابل 31 ليكسوس العلاج منتصر الآن بفارق 6 نقاط هناك تغيير فوز اللاعب رقم 1 ودخول اللاعب رقم 10 فرصة أمام ليكسوس ثمانية وثلاثين 39 نقطة الآن بفائدة ليكسوس العرائش مقابل 40 نقطة عفوا 39 مقابل 31
لان خطا لصالح الوداد البيضاوي. سعود 30 مقابل 31 في أقل من دقيقتين على نهاية الجولة الثانية. خطأ كان للحكم ديال المقابلة أقل من دقيقتين على نهاية الجولة الثانية. لحد الآن لكسوس 39 مقابل 31. فرصة نقطة لصالح الوداد 33 نقطة. وحضر 40 نقطة الآن، وحضر 40 نقطة لفائدة الوداد، لفائدة عفوا لكسوس العرائش، فيما الوداد 33 نقطة. خطأ 35 لفائدة الوداد و 41 لفائدة لكسوس العرب. حضور بعض الجماهير الودادية لمساندة فريق الوداد أبو داوود. أقل من دقيقة على نهاية الجولة الثانية. تأتي مقابل 41 فأقل من دقيقة على نهاية الجولة الثانية.
35 وقت مستقطع الان كتبها مدرب ديال الوداد البيضاوي 44 مقابل 36 بدأت أقل من 17 ثانية على نهاية الجولة الثانية انتصار لفسوس العرائش 44 مقابل 36 الجماهير الودادية حاضرة بقوة طبيعة الحال من أجل تشجيع فريق الوداد البيضاوي فيما غياب الجماهير العرائشية اللي اقتطع مجموعة ديال التساؤلات حول غياب الفعلي للأسف الشديد وقع المغطاة لا صوت يعني على صوت فريق الوداد البيضاوي الجولة الثانية بتفوق فريق ليكسوس العرائش بعشر نقاط